وكأنهم سمعوا الأصوات التي هتفوا بها قبل 5 أعوام، وكأن السنوات التي تلت 2011 كانت أضعف من أن تنسيهم سر ومصدر قوتهم السلمية. اجتمع شباب الثورة في أماكن بعيدة ومختلفة، وقد تجاهلوا تلك المآسي التي لاحقت كل واحد منهم على انفراد، ورددوا مع النشيد الوطني الذي حملوه معهم. احتفل اليمنيون البعيدون عن الوطن جغرافيا في أماكن عدة، واختاروا طرقا عدة لرسالة واحدة يبدو أنها لم تصل بعد إلى من اعتقدوا أنه يمكن للقوة أن تهزم ما سواها. لم تخلو كلمات المحتفلين بعيدا عن بلادهم من التأكيد على المطالب التي خرجوا بها قبل 5 سنوات، والتي ما تزال غايتهم التي دفعوا الثمن من أجلها. فقد كانوا الهدف الأول لميليشيا الحوثي حين اجتاحت مدن البلاد، ولأنها تعرف مكمن قوة الثورة الشبابية، فقد سعت لاعتقال وملاحقة وسجن كل من له علاقة بذلك اليوم المشهود، وفي ظنها أنه يمكن إطفاء الشعلة وطمس ملامح الطريق.